عن ابتداء من صبيحة اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر الوطن. نقلنا لكم أجواء هذا الامتحان من قسنطينة ثم من ولاية الوادي في انتظار كريمة سواق. إذن معنا كريمة سواق في هذه اللحظات من وهران. كريمة أهلا بك، وكيف كانت الامتحانات والأجواء عندك؟ أهلا، نعم أهلا بك زميلي وأهلا بكل متابعي قناة النهار. نعم دائما مع التغطية المباشرة لحدث اليوم امتحانات التعليم المتوسط. اليوم بعد اجتياز المترشحين أو الممتحنين لامتحان اللغة العربية وعلوم الفيزياء والتكنولوجيا في الفترة الصباحية، كان هناك تباين في الانطباعات التلاميذ. بالنسبة للغة العربية كما قلت سابقا كان سهل وفي متناول الجميع حسب المقرر الدراسي، لكن فيما يخص امتحان الفيزياء والتكنولوجيا هناك تباين في الانطباعات ما بين من وجد أنه صعب نوعا ما ولم يكن ضمن المقرر الدراسي، وبين من وجده سهل. بدون إطالة، معي إحدى التلميذات ستوفينا بتفاصيل أكثر عن الامتحان الفيزياء والتكنولوجيا. السلام عليكم. يعني بالنسبة إلي كان امتحان الفيزياء نوعا ما سهل، ولكن هناك نوعا من الغموض خاصة في التمرين الثاني، يعني خاصة أن نحن لم ندرس بعد مقطع الميكانيك، وذلك كان لنا نوعا من العائق. يعني في الوظائف المجية كان سهل، يعني أمن كهربائي يعني شيء درسناه في الفصل الأول، ولكن يعني التمرين الثاني في الجزء الأول من الموضوع كان هناك نوع من الغموض الملحوظ. واللغة العربية يعني الحمد لله كان موضوع في متناول الجميع. ما يخص امتحان التربية المدنية والتربية الإسلامية، اليوم راكم موجودين؟ أنا يعني بدون إطالة أنا ماني حافظة والو. يعني سورة النبأ ويعني بعض الدروس التي تعد على الأصابع. يعني أنا من نوع الناس التي ركزت على المواد يعني مواد العلمية واللغات يعني أكثر من مواد الحفظ، وهذا غادي يشكل لي عائق كبير. بالتوفيق. آمين، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمادة اللغة العربية فكانت في متناول الجميع، بحيث أن الامتحان كان سهل جدا. أما بالنسبة لمادة الفيزياء فلم يكن سهل ولم يكن صعب، ولكن كان يحتاج إلى الدقة والتركيز، خصوصا في التمرين الثاني كان يحتاج إلى تسلسل الأحداث وبعض الدقة والتركيز من قبل التلاميذ. بالتوفيق لك في الامتحان. شكرا. معي أيضا ولي التلميذ وهي أستاذة، ستعطي بعض النصائح للتلاميذ اللي منحتها للابن تاعها قبل إجراء الامتحانات. السلام عليكم. أولا لازم نركزوا على الأولياء باش ما يشكلوش ضغط على الأبناء، لأنه أي امتحان ينتهي منه التلميذ ما لازمش نقعدوا نجبدوا له يعني كيفاش خدمت. أولا لازم نروحوا للأمام، أي امتحان ننتهوا منه خلاص هو في تعداد الماضي، نروحوا للمواد المقبلة إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى إن شاء الله يا ربي الأولياء يبعدوهم على الضغط والتوتر والقلق، لأنه هذا أكبر عائق أمام التلاميذ. حنا تاني عندنا تلاميذ إن شاء الله رايحين يجوزوا امتحان البكالوريا، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونقول لهم لا سهل إلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. تمنيتنا بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا إن شاء الله يا ربي أحسن العلامات. هذه السنة كانت استثنائية للجميع، لنا نحن كأولياء، لنا نحن كعمال قطاع التربية بعدما عانيناه من ضغوطات نفسية، وأيضا لأبنائنا نقول لهم فقط حذاري من التوتر، حذاري من القلق، التركيز 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 في الموضوع. طبعا راح الوقت باش نقول لهم المراجعة، نقول لهم فقط ركزوا فيما تبقى من مواد، وإن شاء الله يا ربي النجاح والتوفيق بمعدلات مشرفة إن شاء الله في هذا الامتحان. شكرا لكم. إذا نعود لك زميلي، كما سمعت يعني هذه كانت أهم انطباعات التلاميذ وأولياء التلاميذ هنا بمركز الإجراء المتوسط الرحال عباس. يعني الكل لحد الآن هناك تفاؤل، لن نقول بأن يعني الامتحان الفيزياء والتكنولوجيا لن يؤثر عليها كثيرا، على اعتبار أن هناك تمارين تم حلها بسهولة، والتمرين واحد فقط هو الذي كان صعب. احنا نتمنى التوفيق لكل التلاميذ ان شاء الله في الامتحانات المقبلة ان شاء الله.
شكرا لك كريمة سواق مورس تلفزيون نهار من وهران، والشكر الموصول كذلك لشبكة مورسينا من وادي وقسنطينة وباقي الولايات. الآن مشاهدينا إلى أخبار